توجع قلبي. توجع قلبي. أخطر سؤال. توجع قلبي. فدايما الذكريات التانية بقى في ذكريات بتعلم الواحد، يبقى مثلا في حاجات بتعلم منها تبقى كويسة موجودة. تفضل فاكرها برضه. اه. كويس؟ جاوبتلك كويس ولا ايه؟ في ايه؟ أهلا. اسمك حبيبي. سلامتك. سلامتك يا كوتش. بس احنا طلعنا واحد بس. انت ايه؟ انت عندك ثلاث اسئله. ايه شفاف؟ ده انا حلو يعني خوفني ده يعني؟ انت خضتني انا لما يعني. اهلا وسهلا يا كوتش. حلو يا واد وحلاوه يا واد. اقرا مش هيمشي غير لما تقرا. حبيبي ده يعني هو نينجا يعني؟ ده انا باكل كريستال مش ازاز. تاكل ايه؟ اهلا يا عم الحلو. اقرا. طيب يخوف الناس. حلو هو شاطر يعني. ده وقت اخطر سؤال. تعرف تقرا ولا ايه ظروفك؟ اخطر سؤال بعد موت الله يرحمه. الله اي دي ذكرى من الذكريات. ممكن تقرا السؤال؟ مرحبا سادة. فكنا تافهين وكويسين، بتعملي فينا كده ليه؟ الله يرحمه. بعد موت أحمد زكي أنا مش عارفة هيثم ابنه. انا ما كنتش بسيب الوعد، كنت بكلمه كتير بس هو بعيد عني. كان في اكتوبر وانا في المعادي. هيثم؟ اه. الله يرحمه. بس في الاخر تقريبا كنا كل يوم بنتكلم، ولو كان في مشكله حد مزعله يعني كان بيكلمني. اقول له ما تخافش بقى اتعذر معاك. انا كنت بشيله على كتفي وهو صغير. وفي الأربع أيام اللي كان بيبقى مع أبوه كنت بروح لهم إسكندرية. وأستاذ أحمد يبقى نايم أنزل مع البسين. الله يرحمه. تيبها. الله يرحمك يا أستاذ أحمد. الله يرحمك. هو كان مريض؟ لا هو كان طبيعي وكويس. هو كان كنا بنتكلم إن إحنا هنعمل الجزء الثالث من كابوريا. وأنا المفروض صاحب أبوه وكان شاب يكتبه. اسلام. طب ممكن اقرا السؤال انا بعد اذنك؟ الله يرحمه بقى. انت ليه كده عملت فيا كده؟ اخطر سؤال بعد موت احمد زكي، هيثم ابنه بقى لوحده، كان مفروض حكم العشره تكون اول واحد في ظهره. مات هيثم وحيد والناس اتهموك انك قصرت في حق ابن الغالي. لا ما قصرتش في حقه خالص. كلمه على طول. ندمان انك ما صنتش عشره احمد زكي؟ ما كنتش بقى يعني بقصر معاه خالص. هو كان بيتشغل وهو صغير وبيلعب وبيعمل وفي سن تاني ويمثل، وكنت بروح له التصوير ازوره وهو مع الاستاذ عادل امام. ولو اي حد كان زعله بيكلمني ولازم اهديه واروح له يعني، ما كنتش بسيبه خالص. هو بس الفتره الاخيره دي لما كنا هنعمل الجزء الثاني من الفيلم هو كان بيتمرن في زايد. ف تقريبا تاثيرا بالحاجات اللي كانوا بيديها له المدربين عشان عايز يعمل في فتره قصيره. انا اقول له اسمع كلامي انا اعمل كده. ما اعرفش ما قاليش ما سالنيش في الحكايه.
بس لكن انا عمري ما قصرت. احمد زكي الله عشان كان بياخد الحاجات اللي قبل الجيم والبروتينات والمشروبات اللي بياخدوها الشباب السبب الحقيقي، بس دي كانت جزء. دي حاجه خطيره قوي، في شباب كتير بتعمل كده. مش عارفين يعني، انا جسمي اهو، انا عندي كام سنه؟ انا فوق 50 ما شاء الله، وجسمي زي ما هو، والعضلات دي عشان عملتها في سنين طويله تعيش معايا سنين طويله. اللي بتعمل في 3 شهور بيروح في 3 شهور غلط، وغلى الانزيمات بتاعت الكبد والقلب ودقات يعني السيستم اللي ربنا خلقه، لما بتتدخل فيه وتقعد تحط له حاجات تشغل غدد ازيد من اللازم وتخلي غدد تسكت بتبقى فيها خطوره بعدين، ولو ما بنتش بسرعه بتبان بعد، وليها ليها تاثير كبير يعني، خصوصا مع اللي مش محترفين. يعني في ابطال محترفين بس بياخدوا مكملات غذائيه، دي مباحه. الواحد بيعمل مجهود زي اي حد من ابطال العالم، كمال ايوه وشحات، اكل ايه هيكفيه ده، وفي نفس الوقت مرتبط بليميت بوزن، عشان 10 جرام مش هيخلوه يطلع على الستيج، ما انا ملاكم وعارف. فبياخد مكملات غذائيه كتير، لكن الحاجات اللي بتنشط دي بقى غلط جدا، يعني خطر يعني على الناس. تحب تحتفظ بالسؤال ده؟ طبعا، بس ان انت دخلتيني في حاجه تاني. الله يرحمك يا عم باشا. لا بس انا يعني تحب نطلع فاصل؟ في ظهره على طول، في ظهره، واي حد كان بيكلمه كنت بكلمه دايما. طيب نطلع فاصل عشان تهدى؟ انا اسفه ان انا ضايقتك. طلعونا فاصل يا جماعه بعد اذنك. معلش كلنا لها.